مساء الخير، مساء السعادة والمحبة، رمضان كريم علينا وعليكم. أكيد وصلنا لفقرة الفطور اللي راح تكون عندي. طبعا اليوم الفطور ما عندنا غير شيء واللي انتم طلبتوه. طبعا الشغلتين راح نشتغلها اليوم انتم طلبتوها اللي هي الكبة الموجودة، كبة الجريش، وراح نشتغل وياها طبعا نشتغل وياها شوربة الشوفان. راح اشوفكم شلون تكون مقادير شوربة الشوفان ومقادير الكبة وامور الكبة، كثير الكبة وامور الكبة، وشلون تصير عندنا طرية الكبة، شلون يعني حتى ما تكون عندنا صلبة. نجي هنا ناخذ مقادير الكبة. راح يكون عندي جريش 700 غرام، 700 اكون عندي يكون عندي 700 غرام من طبعا هنا بالحاسب اكو غلط، فممكن اوكي 700 كيلو ممكن. راح يكون عندي البرغل الوسط ربع الكيلو، برغل الوسط ربع الكيلو. راح يكون عندي لحم عجل احمر ربع الكيلو، طبعا هو اللحم الدق راح يكون ياي. راح يكون عندي كمون زائد فلفل اسود، راح يكون عندي هنا 1 ملعقة طعام بهارات الكب، 1 ملعقة طعام، والملح والماء البارد المثلج طبعا اكيد هذا موجود. فلا تنسون الجريش 700 غرام و700 كيلو. اوكي، فهاي تكون مقادير الكب. نجي هنا للشوفان، ان شاء الله شربة الشوفان ما يطلع بيها ان شاء الله. اوكي، ناخذ شوربة الشوفان. الشوفان حيكون عندي نصف الكوب، حيكون عندي صدر الدجاج 100 غرام، حيكون عندي بصل نصف الحبة، حيكون عندي شعرية 50 غرام، ماج الدجاج 1 ملعقة طعام، كمون 1 ملعقة كوب، ماء 4 كوب راح يكون عندي موجود. اوكي، مثل ما شفتوا هاي المقادير اللي شفناها. نجي هنا حتى نبلش، نشوف مقادير الكبة، مقادير الكبة اللي موجودة. راح نشوف، نجي هنا عندنا أول شغلة لازم نسويها يكون عندنا المي بارد، يعني هذا يكون المي المثلج يكون بهذا الشكل، ممكن إذا أبي ثلج بعد أفضل. يعني هذا المي أنا خليتها بالفريز حتى تبرد أكثر تجمد، وممكن إحنا نخليها تجمد أكثر بعد، ممكن حتى نقدر نستعمل ثلج البلور وياها أو أي ثلج ونخليه وياها. راح يكون عندي طبعا هنا يكون عندي قطع اللحم، هاي يكون الكرات بهذا الشكل. اوكي، هاي الكرات اللحم اللي هي نفس الحشوه، نفس الحشوه اللي اخذتها انا جمدتها بهذا الشكل هذا، يعني سويتها كرات وخليناها تجمد يعني ويا المي حتى نسوي بها الكبه السراي اللي موجوده عندنا، اللي هي الكبه المدعمله احنا نسميها. هنا عندي جريش 700 غرام من الجريش. راح يكون عندي هنا البرغل الوسط، راح يكون عندي طبعا ربع الكيلو. ايش تقول يا عدي؟ اوكي، لا ابقى اي، راح يكون صدق ما كنت من احمر. راح يكون عندي هنا لحم احمر دق، يعني نسميه احنا لحم الاحمر دق، اللي هو يكون بدون دهون، يعني بدون دهن ما بي، راح نضيفه وياه. نجي هنا راح يكون عندي السودة هنا موجوده، كمون، فلفل اسود، بهارات الكبه والملح، هاي راح تكون عندنا للكبه. اوكي، نجي هنا يكون عندي شوربه الشوفان، اللي هو طبعا هذا كوب الحليب خليه اني، ممكن احنا نستعمله او ممكن يكون اختياري كوب الحليب. راح يكون عندي صدر الدجاج، راح يكون عندي هنا الشوفان، راح يكون عندي البصل، راح يكون عندي هنا الجزر والماجي، راح يكون عندي هنا طبعا الزبده موجوده، وهنا ممكن الزبده نستبدلها بزيت الزيتون، ناشوه من الكمون، كركم والشعريه. هسه نجي هنا بالبدايه راح نخبط المواد هاي، راح نترك شويه البرغل والجريش ياخذ المي شويه والتتبيله اللي موجوده، بعدين نرجع له. هسه نجي هنا بالبدايه نجي نخلي اللحم، خلينا اللحم ويا اللحم شويه، خليت من المعدنوس، نخبط شويه من المعدنوس. مثل ما تشوفون راح تكون هاي المواد اللي موجوده وياي. اوكي، هسه راح نترك الحشوه احنا، بعدين راح نرجع لها. هسه هنا عندي جريش وخلينا وياه اللحم، خلينا اللحم وياه بهذا الشكل. راح نخلي البرغل، برغل الوسط، برغل وسط خليناه بهذا الشكل. شلون احنا نطلع الكبه الهشه؟ شلون تكون عندنا هشه ما تكون عندنا صلبه؟ راح نخلي فلفل اسود، خلينا فلفل اسود، بهارات الكبه حتكون موجوده عندنا هذا الشكل، بهارات اي بهارات ممكن
كل شوية من الكركم والكارة نخبطها احنا شوية عرق حار نقدر نضيفها وياه. هنا راح يكون عندي طبعا الكمون، خلينا الكمون طبعا هاي السوداء حتكون ضروري نضيفها، حتخلي الكبوة طبعا لينا الكبوة لينا حتكون عندي، وراح يكون عندي طبعا ما تخليها تكون صلبة وحتطوفه بسرعة بالمي بالسلك. اوكي، وملاحظة طبعا هنا جذر السلك المي راح يكون موجود موجود عندنا الجذر هنا انتظره يفور حتى شنو نخلي به الكبة قبل نشتغلها ونسلقها قبل. هنا راح اخلي الملح، خلينا رشة من الملح. اوكي، راح يكون عندنا هنا شوية مي نخلي، هذا مي بارد طبعا ضروري يكون مي بارد. ممكن احنا على هاي الحركة اللي هاي سويناها خلينا كل المواد نخلي 4 قطع من الثلج البلوري او نص قطعة من اي ثلج ممكن نقدر نضيفه وياه. هسه نجي هنا نخبطه بهذا الشكل، ضفنا شيء قليل من المي وبهذا الشكل يعني على راحتنا نخبطها بهذا الشكل. هسه هنا احنا طبعا نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الأكلة الجميلة برعاية مطعم شاورما. هسه هنا اوكي نجي نخبط، نخبطه بهذا الشكل. خلوا مي مرة الثانية بهذا الشكل. خلينا المي بهذا الشكل، اوكي. هسه هنا راح نتركه شوية ياخذ المي، يعني شبع بالمي اللي ضفناه له. نتركها شوية. اوكي، نرجع نسوي الشوربة. شوربة الشوفان اللي هي راح تكون عندي. طبعا راح نضيف الزبدة. قلنا نقدر نستبدل الزبدة بزيت الزيتون. اوكي، خلينا الزبدة بهذا الشكل هنا تكون عندي، خليناها طبعا تقريبا تكون 50 غرام من الزبدة ضفناها بهذا الشكل. هسه هنا اوكي نجي ناخذ البصل، بصل مكعبات راح نضيفه. ضفنا بصل المكعبات، شو تقول يا عدي؟ هاي تشور باي ما تفيدك، تكون هاي دايت. نخبط ونقلب هذا الشكل. طبعا صدر الدجاج والبصل ضفناه بهذا الشكل. هسه هنا اوكي ناخذ زينب من بغداد. يا زنوب، اسمع قادير البسوس. زينب رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم اجمعين. مقادير البسبوسه؟ اي نعم. اوكي نشوف الشمري موجود يا امه، فروس الشمري. شكرا لك. مقادير السن هنا، خلينا صدر الدجاج بهذا الشكل حتى نبدي نحمص به. راح نجي نضيف له التوابل اللي موجوده اللي هو الكركم. ضفنا الكركم. اوكي، وهاي تكون المقادير هنا على الشاشه اللي هي سميد ناعم 2 كوب، راح يكون عندي مبروش جوز الهند كوب، راح يكون عندي لبن زبادي 1 كوب، راح يكون عندي سكر 1 كوب، كريمه الطبخ 1 كوب، راح يكون عندي دهن حر 1/4 كوب، فانيلا ملعقه كوب، راح يكون عندي البيكنج باودر ملعقه كوب، راح تكون هاي المواد. ممكن دهن الحر نستبدله بزبده، اوكي، بس ما نخلي الزيت لان الزيت راح يبسها تكون عندنا يابسه. فمثل ما شفتوا خلينا الكمون، خلينا الكركم. اوكي، وناخذ ام جعفر من السماوه. يا ام جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الحمد لله، رمضان كريم. علينا وعليكم. امرين الغالي. اريد شو اسمه طريقه المندي شلون؟ المندي؟ اي. اوكي، احنا نشتغل المندي.
اشتغله مو مال اشتغله. اوكي هاي الايام الجايه تحبين اشرح لك عليه لو تنتظريني على ما اشتغل؟ بس الطريقه تعرض على الشاشه. اوكي طيب ما عندي، ما حتكون موجوده بهاي الحاسبه، ما حتكون موجوده. شكرا شيخ. اوكي شكرا لك. طبعا نجي احنا من نحكي نسولف على المندي اللي موجود، اللي هو المندي راح يكون عندي طبعا اول شيء راح نبذل التمن، ورا ما نبذل التمن راح نسوي ثلاث الوان، اللي هو كل كاسه نخلي بيها تمن مبزول ونخلي اللون عليه. اوكي الالوان اللي تعجبنا احنا نقدر نخليها، وراها راح نجي شوي من الفلفل الاخضر الناعم، شوي فلفل الوان ناعمه، شوي من الهيل، شوي من الدارسين، راح نخلي نحمصها شويه بالزبده او الزيت نحمصهن، وراها راح نضيف الموجود عندنا طبعا التمن الالوان اللي سويناها، ورا ما فرشناه طبعا نخليه على تهدير، راح نجيب كاسه صغيره نخلي بيها الزيت، نخليها بوسط التمن، راح نشعل فحم، قبل كل شيء راح نشعل فحم يكون مجمر، راح نخليه بالزيت اللي موجود عندنا، مو بكل قطع اللحم اللي سالقيها واحنا طابخين بيها التمن وبازلي نقدر نصفطهن فوق التمن اللي موجود، راح نبخره بالفحم ونغطيه وننتظر، راح يكون كله طعم الفحم اللي هو اللحم والتمن اللي موجود اللي اشتغلنا. طبعا ان شاء الله احنا هم راح نشتغل مندي ونشوف شلون يكون. هسه بدينا نحمص بهذا الشكل الزبده خلينا والبصل وخلينا صدر الدجاج وكمون وخلينا الكار، ناخذ مقادير شوربه الشوفان ممكن حتى نشوف امورها شنو. نجي هنا ناخذ الجزر وكعبات من الجزر، راح يكون اختياري الجزر اللي هنا، يكون عندي شوفان نصف الكوب، راح يكون عندي صدر الدجاج 100 غرام، راح يكون عندي البصل. طبعا صدر الدجاج ممكن احنا نريد نضيفه او ما نريد نضيفه، يعني ما راح يكون عندنا اختياري. بصل راح يكون عندي نصف الحبه، شعريه 50 غرام، ماجي دجاج، كمون والماء، اكيد ماء. هسه مثل ما تشوفون هذا الشكل، هنا نقلب، ضفنا الجزر وناخذ ام علي من النجف. يا ام علاوي، ام علي، هسه خلي الماجي ملعقه طعام من الماجي، هنا ماجي، ماجي طعام راح يكون عندي ولا ماجي المرق. ام علي الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام علاوي. الو الو وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام علي تسمعيني؟ لا. ام علي يا ام علاوي، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. ممكن اسال عن مرقة الطرشان اللي بيها عدس ومعجون؟ مال الطرشانه؟ إيه؟ الطرشانه؟ تريد نشتغل الطرشانه؟ ايه اوكي طبعا راح نشتغل الطرشانه احنا ان شاء الله هذا الاسبوع الجاي، راح نشتغل الطرشانه حتى تشوفين شلون يكون شغل الطرشانه الحقيقيه. شكرا لك الغالي. هسه نجي هنا قلبنا الجزر والصدر الدجاج والبهارات والتتبيله اللي موجوده، راح نجي ناخذ هنا شعريه، هنا شعريه راح يكون عندي تقريبا يكون من 50 غرام. هسه نجي هنا قلب هذا الشكل، هنا عندي طبعا خلينا الشعريه والجزر والبصل والزبده اشتغلناها بالزبده، خلينا الكمون وخلينا شويه من الكركم. موعده انت موجود؟ اي موجود. هسه هنا حرك بهذا الشكل، هسه نجي هنا. هسه ايش راح نخلي؟ راح نخلي نخلي مي، مي اوكي؟ الماء ما عندي ماء يعني يغلي بهذا الشكل، راح نضيفه. هذا الشكل تقريبا قلنا 4 كوب من المي ضفناها وخليناها بهذا الشكل، شوي نحركها، شوي نحركها وناخذ حيدر من بغداد، راح ننتظرها على ما تجهز. بالاخير راح نضيف الشوفان وممكن نضيف الحليب، عندي هنا بقى الحليب والشوفان، راح اخلينا هنا قريبات
في الاخير راح اضيف هذني المواد اللي موجوده. ناخذ حيدر. حيدر السلام عليكم. عليكم السلام يا حيدر. شلونك يا اخوي العزيز؟ شلونك شو اخبارك؟ الله يعزك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. الله يسلمك حبيبي الغالي. صوت التلفزيون عالي يا حيدر، ممكن تبتعد شوي؟ اريد بس صوت على قبة الدبابة السورية. المقادير مالتها؟ ايوه. اوكي، المقادير مالتها راح يكون عندي طبعا يكون عندي تقريبا نص كيلو من اللحم العجل، اوكي؟ راح يكون عندي جريش تقريبا 400 غرام، راح يكون 100 غرام من البرغل الوياه الوسط، راح نخبطه حتى تكون عندنا هشه ما تكون عندنا قويه، اوكي؟ راح يكون عندي السماك والجوز، راح يكون عندي البصل، طبعا الحشوه اللي انت راح تخليها بطنها انت راح تكون مخير بيها، ممكن شويه من البصل والجوز ونحمصها شويه بالزبده نقدر نضيف بداخله، او ممكن حتى حشوه الدجاج نقدر نضيف بداخله، وممكن الخضار والجبن نضيف بداخله. اوكي؟ طبعا هاي ممكن نشويها بالفرن. حتى ممكن نقليها وممكن احنا نشويها على الفحم. شكرا لك. هسه نجي هنا نشوف الامور شنو هنا. ناخذ ام نور. ام نور. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك اخوي؟ شلونك شو اخبارك؟ الله يسلمك بعد عيونك، منورين اليوم. نورك نورك. هاي بس التتبيله مال القاف. تتبيله شنو؟ تتبيله مال القاف. مال القاف. اوكي اوكي، ان شاء الله بهذا الاسبوع القادم راح اشتغل، طبعا اشتغل الطرشان، راح اشتغل القص والدجاج المشوي، كل انا كل نحافظهم اللي انتم قلتوا لي عليهم راح اشتغلهم شيء ونش. اوكي؟ طبعا حتى ما اريد اشرح لك عليها اللي هي تكون من اللبن، طبعا اللبن الزبادي ويكون الخال ويكون الشطه وشويه من الراشي، كل هاي المواد اللي راح نضيفها وياه، شويه من الصاص، تتبيله القص الدجاج، فاحنا ممكن راح نشتغلها هنا حتى اشوفكم شلون يكون شغلها. راح نجي هنا نخلي المي بهذا الشكل. اوكي، شكرا يا غالي. هسه نجي هنا ونخبط بهذا الشكل. نخبط الكبه بهذا الشكل، تشوفون. اوكي، طبعا هاي ممكن نثرمها احنا بالماكينه. نقدر ناخذ ماكينه ونثرمها، نصعدها مرتين نثرمها. اوكي، والباقي راح نصعدها فوق الماكينه ونغطيه بشيس، كل ما نريد منها يعني نشتغل وياه حتى ما تيبس عندنا. بهذا الشكل بدات تجي عندنا. بهذا الشكل. نقلب هذا الشكل، اوكي. اوكي، نجي هنا نخلي المي مرة الثانية. ناخذ منو؟ أم نور من النجف. يا أم نور. أم نور. أم عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم عمار. شلونك شيخ عباس؟ أم عمار من السماوة، شلونك شو أخبارك؟ ألو. رمضان كريم. أم عمار. أم عمار اسمعيني. شكرا لك أم عمار. طبعا ما تسمعني، إن شاء الله تعاود. نرجع لأم نور من النجف. يا أم نور. أم نور هم وياها. إن شاء الله هسه نرجع للكبة. نخبط نأجل بهذا الشكل. عدي تعال شوي مكاني. يلا. يلا. وبهذا الشكل باوع. شوف العجينة صارت يا شباب بالماء البارد تكون أمورها غير شكل. بهذا الشكل. هنا اوكي.
صارت عندي هسه جاهزه، هاي العجينه صارت عندي جاهزه بهذا الشكل. راح نجي هنا طبعا، راح نجي ناخذ الطبق حتى نشوفه. الحشوه اللي سويناها احنا، الحشوه راح تكون عندي طبعا هو لحم، شويه بصل، شويه معدنوس اوكي يكون موجود وياي، وشويه من الكمون، شويه فلفل اسود، ما بعد ما نحتاج لها اي شيء. ممكن احنا نسويها حاره او نقدر نسويها بارده، اللي هي الفلفل. نحمصها شويه بالطاوله بدون سلق، طبعا اللحم بدون سلق، قبل نحمصه ويا البصل. راح تكون اموره غير شكل، يعني حتى ما تروح طعم البيه، راح يكون طبعا محافظ على القوام ماله. وهسه يكون عندنا بهذا الشكل. راح نجي اخذنا الطوبات من عده، طوبات بهذا الشكل، وبردناها جمدناها، تجمد لازم تكون جامده صلبه حتى نقدر نشتغل بها الكبه اللي موجوده عندنا. هنا راح نضيف مي اسفل الطبق، كسر هنا هسه بهذا الشكل. ناخذ سلمان من الديوانيه، طبعا نجي هنا. يا سلمان حبيب قلبي، شلون احوالك؟ حبيبي شو اخبارك؟ الله يسلمك، الله يحفظك، والحمد لله. انت اخبارك؟ رمضان كريم ان شاء رمضان الله. رمضان كريم علينا وعليكم. شلون اخوي العزيز؟ بدون زحمه عليك، شوربه الدجاج. اي شوربه الدجاج؟ الدجاج شوربه الدجاج؟ اي نعم. اللي اشتغلناها هسه هاي الشوفان لو غير هذيك؟ نعم. الحساء البيضه شوربه الدجاج البيضه؟ ايه ايه. اوكي اوكي، وباكر راح نشتغل شوربه الدجاج. اوكي ان شاء الله، باكر راح نشتغل شوربه الدجاج، وباكر راح نشتغل اللزانيا طبعا اللي طلبوها من عندي، وتامروني امر. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي شكرا لك، باكر راح نشتغل لك اياها حتى شوف. نجي هنا ناخذ هذا قطعه اللحم تكون صلبه اللي هي الحشوه، ونخليها بهذا الشكل. اوكي طبعا نطلع الهواء اللي بداخلها، ما نخلي هواء، يكون شويه بالمي. ناخذ هديل من كركوك. ناديه يا هديل. هديل من كركوك. ايه ايه اوكي. هديل سمعيني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوي ممكن اوصل مالك كوب الجاي اسويها بيدك بعد على الشاشه؟ شلون؟ ممكن نوصل مع الكبه اللي سويتها. كبه هاي سويتها هسه؟ إيه لا ها ها الكبه. اوكي اوكي طبعا اوكي، راح نعرضها على الشاشه، راح نعرضها على الشاشه. طبعا نحكي على الجرش في البدايه اللي هو 700 غرام. طبعا احنا نشكر اوس اللي هو يكتب المقادير هاي الحلوه، يكون هو 700 غرام، 700 غرام يكون عندي طبعا من الجريش. برغ الوسط ربع الكيلو، راح يكون عندي لحم عجل احمر ربع الكيلو، راح يكون عندي كمون زائد، فلفل اسود، واحد ملعقه طعام، بهارات الكبه، اوكي راح تكون عندي والملح والماء البارد المثلج مثل ما شفنا. اوكي وهي صارت عندنا الكبه بهذا الشكل. اوكي هنا حلو خلينا، طبعا راح تكون عندنا داخلها كره اللحم اللي جامده اللي هي نفس هاي الحشوه وجمدناها. شويه احب اعيد عليكم حتى صار عندنا هذا الشكل. نجي ناخذ رزاق من الشرقاط. نورتنا يا رزاق. نورك بارك الله فيك. شلون حبيبي؟ وعليكم السلام، رمضان كريم. البرياني شلون علينا وعليكم؟ البرياني شلون يجي؟ البرياني؟ ايه البرياني. اوكي اشرح لك على البرياني، تريد لو تنتظرنا اشتغله. اي على البرياني اشرح لك عليه لو تنتظرني. لا لا اشرح لي عليه. اوكي اوكي طبعا راح يكون عندنا لحم او دجاج راح نسلقه بالبدايه سلقه حلوه، ما راح نذب المي، ما راح نستفاد منه، راح ننقع تمن ورا ساعه، يعني نخليه ساعه منقع تمن ورا، راح نجي نصفيه. عندنا زيت، راح نحمص التمن بالبدايه، نحمص اللحم او الدجاج، اللحم او الدجاج اللي بداخل الجذر راح نطلعه ونحمصه، شويه فلفل ويا جوليان يعني مقاطع شرائح، او بصل شوي وياه، نخلي هيل شوي عود دارسين، راح نذب البهارات البرياني ونحمص التمن، نجيب التمن نحمصه وياه ويا البهارات اللي موجوده عندنا. نجي ناخذ مي، ممكن مكعبات الجزر نضيف وياه، او مكعبات الجزر مشكل بزيان نسويها بطاوه واحد اللي هي الشعريه واللوز والكشمش، نسويها على صفحه، او ممكن احنا نضيفها وياه. راح ناخذ من مي الدجاج او اللحم اللي موجود عندنا،
ونضيف فوقها وننتظر على ما يتهدر يكون عندنا مراك. بالعافيه عليك وان شاء الله احنا نشتغلن والكبه هاي الحلوه شلون؟ هاك تريد؟ اوكي قول اريدها يقول لي ستوها وطيني اياها. هسه هنا نجي ناخذ منو ويانا؟ هنا اوكي. هسه نجي هنا نسولف على الكبه اللي موجوده عندي، شوف هذا الشكل. اوكي هنا حلو. هذا راح يكون اوكي. ناخذ ياسر من بابل. ياسر. الو. الو رمضان كريم. رمضان كريم. حبيبي غالي. عليكم سيد عباس حبيبي. تاج الراس الغالي شلونك؟ عيني. عيوني. مقادير الدولمة. مقادير الدولمة. اوكي نشوفها اذا موجوده عندنا هسه نشوفك اياها. مقادير الدولمه. اوكي اوكي الدولمه. اوكي اوكي حبيبي تصيح. هسه هناك. شكرا لك يا ياسر. وهاي الدولمه حتكون على الشاشه، ممكن تاخذ لها صوره. اوكي بس كون انت تشتغلها ياسر. هاي تكون المقادير على الشاشه، اللي يحب يشتغلها هو اللحم مفروض نصف الكيلو يكون عند الرز، 1 كيلو راح يكون عند السك، طبعا شطه راح يكون عند الدبس الرمان والبطاطا والبصل والزيت راح يكون موجود، ليمون دوزي والفلفل الاحمر مثل ما تشوفون. شوفوا طبعا هاي الفكره بالكبه هنا اللي هي ما نخلي هواء يكون بداخلها، راح نحافظ على القوام هذا يكون الدائره مالتها بهذا الشكل. طبعا المي يكون وياي وندوسها بهذا الشكل. اوكي 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 هسه هنا وبهذا الشكل. بعد شلون بهذا الشكل شو تقول يا عديب علي؟ هنا نجي وندوسها بهذا الشكل، شوي ندوسها بقوه لان ما نخاف عليها، لان يكون اللحمايه جامده بداخلها. يكون هذا الشكل مالته صار. راح نجي من نترك شويه الجريش نتركه من تركب هذا الشكل، شو راح نسوي له بهذا الشكل؟ اوكي؟ وراح نخلي المي، راح نخلي المي، نخلي المي حتى اذا نتركه نروح نسوي جذر او نقلب اي شيء بهذا الشكل. نخلي المي. اوكي؟ ممكن احنا نخلي المي ونغطيه باي شيء، نغطيه هنا ونعوفه حتى ما يكون يابس عندنا. نجي هنا نجي جذر السلق اللي موجود قلنا عليه اللي هو هسه بيه ماي يفور هذا الشكل. اوكي راح نجي شو نسوي؟ نخلي هنا يكون عندي السوداء موجوده، خليناها للمي اللي راح نسلق بيه الكبه، وراح ناخذ هنا الزيت، نضيف الزيت، ضفنا الزيت. اوكي طبعا حتى تنفش عندنا بالسوداء الكبه وتصعد عندنا قبل. هسه نجي هنا نخلي الملح، نخلي الملح. اوكي خلينا الملح بهذا الشكل. طبعا الجريش اللي هو احنا مملحيه هسه راح يدخل بالمي اللي غير مملح، فالمي اللي موجود راح يسحب الملح اللي موجود بالجريش فراح تطلع عندنا بها فاو. راح نخلي الملح هنا اكيد. اوكي هم راح يكون يحافظ على قوام الكبه، وهم راح شو اسمه يكون متعادل ويا الجريش اللي سويناه الملح اللي ضفناه. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا خليناه بهذا الشكل، راح نجي نخلي الكبه نسلقها. طبعا ما ناخرها. اوكي؟ هذا الشكل. نضيفها. نضيفها بهذا الشكل. بالمي الحار. اوكي؟ هنا حلو، شوفوا. هنا حلو. هسه خليناها بهذا الشكل، راح ننتظرها على المطر، راح يبقى يفور المي مالته اللي موجود. راح نحولها وين هاي الكبه؟ انا مسوي لها السوب اللي هو مثلا جبت قطعه عظم او لحمه خليناها. خلينا شويه من البصل وشويه من الطماطه، شويه من الفلفل الاسود والكركم وسويت السوب مالته. خاشوقه معجون وشويه من الشطه ضفت بهذا الجدر. اوكي هسه انتظره على راحته يتهدر. وراها راح اطلع الكبه المسلوقه راح اضيفها هنا. قبل من السلق اضيفها بالسوب اللي موجود عندي هنا، تقريبا خل تبقى ما عليه شيء، ما طول سلقناها وانتهت عندنا، راح نخليها هنا وتاخذ راحتها وتاخذ الطعم اللي موجود هنا. هسه نجي نسوي الشكل الثاني للكبه اللي موجوده.
شوف شلون من خلينا المي ما يبس عندنا. هذا الجريش هذا الشكل. نجي ناخذ مره ثانيه ندوس بهذا الشكل. اوكي الزايد هذا ناخذه هيك بهذا الشكل ونجي هنا ندوس بهذا الشكل. اوكي مي موجود عندنا. طبعا ممكن اذا احنا نريد نقلي الكبه هاي ماكو مشكله، ممكن احنا مكان المي راح نخلي زيت ونسوي بهذا الشكل ونخليها قبل بالزيت، فما يصير مي هنا وراح يكون عند الزيت حار ونضيفه. ممكن احنا قبل راح نقليها مباشر، لازم تنقلي مباشر. ممكن اذا نحافظ عليها ونضمها نص قليه يعني نص ما نقليها نص استاو ونطلعها ونصفطها خليها تبرد، وراها ممكن نخليها بكياس كل كيس به خمس قطع او ست قطع ونقدر نطلع شيء ولا شيء. وممكن احنا نسوي صينيه ونجمدها. هسه صار هذا الشكل الثاني اللي هي الكبه التبسي وبهذا الشكل. طبعا هاي نفس الحشوه اللي نسوي بها ممكن الكبه الموصليه او السندويش او الوسط او الطابقين نسويها بهذا نفسه، نجيب شيء ستانون ونشتغله. نلفه بهذا الشكل، ممكن احنا حتى ما تكون عندنا القشر عالي يكون ناخذها بهذا الشكل. شوية ندوس بيها حتى نطلع الهواء اللي بداخلها حتى ما يفلش الكبة اللي نشتغلها بهذا الشكل. اوكي ونخليها، لازم شوية يكون عندنا مي اسفل الطبق او الصينية راح نخلي بيه بهذا الشكل. وندوسها دوسه، تشوفون اللحم اللي موجود بيها، هذا اللحم اللي احنا ضفناه يكون هذا. طبعا هم راح يخليها هشه راح يعطيها طعم غير شكل. نجي ناخذ وندوس نشيل هذا الفوق الزايد. اوكي يكون عندي هذا الشكل. طبعا شوي لازم ندوسه حتى يكون عندنا الهواء اللي بداخله يطلع مثل ما سولفنا عليه. هسه عدي المفروض يجي يعني يلف الكبه عدي صحيح. هسه نجيب هذا الشكل. اوكي شوف شلون ما طول الخلطه موجوده عندنا ومضبوطه راح تكون العجينه عندنا نقدر نتحكم بيها، يعني يكون سلسة بدينا. وندوس بهذا الشكل ونجي هنا. اوكي هسه نجي هنا مثل ما شفت راح نجي نحرك الكبة اللي خليناها. نجي هنا بهذا الشكل شويه، مرات من نخليها راح تلتصق بين الجذر والمي. شويه نطخها ورا ما نخليها بسرعه ما نحركها بسرعه، ورا تقريبا 6 دقائق 7 نجي نطخها شويه من جوا راح تصعد عندنا. اوكي بعد شلون يكون شكلها بدات تنسلق عندنا ويا الزيت خلينا السوداء اللي موجوده بهذا الشكل. اوكي تكون شلون حافظت على القوام مالتها الشكل مالتها، لان تكون اللحمايه جامده ما طول الحشوه تكون عندي جامده فراح نقدر نحافظ على هذا القوام اللي موجود عند. طبعا احنا ما راح نسلقها راح يذوب اللحم الجامد اللي بداخلها، بس راح يبقى القشر نفسه يعني يبقى القشر السل هنا. اوكي مثل ما شفتوا. اوكي نجي هنا راح نحول الكبه هاي راح نحولها هنا وين؟ للمرق اللي موجود اللي سويناه. نجي هنا ناخذ وحده ورا اللاق بهذا الشكل
ونضيفه. اوكي نجي ناخذ بهذا الشكل ونضيفه هنا. اوكي ما احساسك السن هناك ونرجع بهذا الشكل هنا. حلو هذا راح نبقي احنا ذبينا على القطع كافيه حتى نشوفكم هاي بالاخير شلون راح تكون شكلها غير المرق هذا الشكل مثل ما شفت. نخليها على راحتها وهنا طبعا عندنا حتكون النار عاليه تبقى حتى نسوي بها الكبوه اللي موجوده. نجي ناخذ ام حسين النديالي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام حسون. شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. كريم عليكم. علينا وعليكم غاليه. امريني. ممكن تعيد المقادير مال الكبه شغلها؟ مقادير الكبه اوكي ناخذ وحمص بطحينه. حمص بطحينه؟ مقادير. اوكي 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 شكرا لك. نجي هنا هاي مقادير الكبه اللي هو يكون عندي الجريش 700 غرام. اوكي 700 غرام يعني كيلو الا ربع، كيلو الا ربع لجريش. اي نا كيلو الا ربع جريش وربع الباقي راح نخليه البرغل الوسط، برغل وسط. شكرا لك. ناخذ ام ماجد. الو الو السلام عليكم. ام ماجد من الانبار وعليكم السلام. اخوي بلاي زحمه انت شلون سويت هاي اللحمه صارت على شكل كرات؟ يعني الان اللحم ورا ما سته صار كرات؟ هسه راح اشرح لك عليها شلون سويتها انا. اوكي شكرا لك. هسه نجي هنا نجي نشرح اللحم اللي موجود عندي. طبعا هذا اللحم، هذا اللحم اللي سويته انا طبعا حمصته، حمصته اللي هو يكون للحشوه للكبه العاديه الحشوه، ممكن الكبه الحامض او كبه كبه التمن او هاي الكبه يكون هاي الحشوه العاديه. اجينا سويناه بهذا الشكل خليناه يبرد. ولا ما يبرد راح تجون وياي راح ناخذ شيء قليل مثلا هاي تكون كره، هاي الكره من اللحم تقريبا خلينا نقول 80 غرام، 80 غرام راح ندوسه بهذا الشكل، ندوسه بهذا الشكل. طبعا ملاحظه ممكن احنا اذا ندوسه راح يكون عندي دهين اللحمه او هشه فراح تتفلش عندي، كل ما ادوسه تتفلش. نخلي شويه طحين، شويه من الطحين اضيف وياها، شويه طحين اقدر اضيف وياها بهذا الشكل. اوكي صارت عندي هاي الكره، شو راح اسوي؟ راح اجيب طبق راح اخليهن بالطبق، اصفصهن بالطبق وانا حوديها، اوديها بالفريز. لازم تجمد تصير جامد يعني صلبه تصير. اوكي يعني من ادوسها هيك قويه تكون. وراها راح اجي اسوي بيها الكبه يعني ويا الشغل مالتي اطلعها. اوكي احنا نجمدها، راح نجمدها هي والمي، سوية هي والمي اللي موجود عندي. ونجي هنا طبعا نسوي بهذا الشكل اللي مطلوب من عندي. اوكي هاي ليش راح تكون احنا ما نقدر نشتغلها هيك؟ هاي راح تكون طريه فراح تخلي هواء يكون بداخل اللحم، راح يكون يفوت هواء بداخل اللحم والجريش. طبعا راح تكون عندي اول شيء راح تكون معوجه عندي، ثاني شيء راح تكون مزرفه وراح يطب بيها المي وراح تتفلش عندنا. اوكي الشكل الثاني اللي هو للكبه راح طوف عندنا، طوف عندنا صعد لي فوق. اوكي بقى شلون صعد عندي الكبه؟ بس اخليها اتركها بقى شلون صعدت عندي؟ يعني هاي صارت عندي فوق. اوكي يعني تكون عندي جاهزه. اوكي صارت عندي جاهزه راح نجي نطلعها، راح نجي نطلعها حتى اشوفكم شلون شكلها يكون. هاي المسلوقه هاي راح نبردها احنا، وانتم اللي يعجبكم شو تسووها اللي يعجبكم انتم شو. المهم احنا سوينا الكبه وخلصت عندنا الكبه وراح شرها وصار امورها. اوكي هسه راح نجي هنا با نجي ناخذ اوكي هاي السكينه با شلون راح يكون شكلها شلون هش با. اوكي اوكي هذا صار شلون هشه، ندوسه بهذا الشكل با. اوكي هذا يكون شكلها وشلون ما تكون صلبه، لان شنو احنا عندنا القوام اللي هو القشر مالتها اللي موجود يعني قوامها يكون، والخبطه اللي خليناها
تكون مضبوطه، يعني اذا مضبوطه عندنا اكيد راح تطلع عندنا هيك. اوكي هسه نجي نكمل بهذا الشكل. عدي جاع السنج هنا ونحركه بهذا الشكل. ندوس بهذا الشكل. اوكي ناخذ شويه من المي، قلنا شويه ندوس بها بقوه. اوكي حتى نطلع الهواء اللي بداخلها. هسه شلون صارت عندي؟ مضبوطه. هسه ايش راح اسوي؟ راح انقلها للسلك. احولها باع. هذا راح احولها بهذا الشكل. وبهذا الشكل. اوكي ونبدا نسلق. ناخذ دالي من السليمانيه. دالي. نعم. شلونك؟ انا زين الحمد لله. الحمد لله زين. اكيد انت زينه؟ اي زينه. اوكي رمضان كريم. رمضان كريم علينا عليكم. اوكي ممكن اريد مقادير زلابيه. اوكي دالي. نعم. سمعيني دالي؟ اسمع. مقادير زلابيه وين؟ يا دالي. عمريني دالي. ممكن شنو؟ ممكن مقادير البيتزا. البيتزا. ايه. اوكي، طبعا انا باكر راح اشتغل اللازانيا. اوكي، ووراها عقب باكر طبعا راح اشتغل البيتزا، طبعا انا وعدتكم بالبيتزا. عقب باكر نشتغل البيتزا. حلو يا دالي؟ اوكي؟ ايه شكرا لك. شكرا لك. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا، طبعا يعني الموضوع طبيعي يكون عندي، يعني اذا سويت الكبه بهذا الشكل يعني ما اخليها هنا، قبل راح اخليها بالسلك يعني عادي. هسه نجي هنا نكمل بهذا الشكل. اخر قطعه نسويها حتى شنو نكمل الشوربه اللي موجوده عندنا. هسه بعد اوكي امور الكبه ان شاء الله عرفتوها. اوكي امور الكبه ان شاء الله عرفتوها. لا تريدون افتحها من جديد واسويها. السنج هنا لازم ندوسها شويه بقوه حتى نطلع الهواء اللي بداخلها. هاي من النقط المهمه. هسه هنا حلو. نجي هنا. عدي يقول انا اسوي الكبه اني ورا البرنامج ابقى اتعلم شلون اسوي الكبه. اوكي. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا هاي الامور اللي جهزت عندنا بهذا الشكل. وناخذ حسين من كربلاء. حسين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عاني شي وحبك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك شلونك؟ الله يحفظك الغالي امرني. اريد المقادير مال الطاطي. الداخل اوكي. الدات هسه نشوفها انا وفروس الشمري، شوف المقادير. اوكي تأمرني بشيء؟ رحم الله والديك الله يسلمك. بالسلامة. هسه نجي هنا. نجي هنا للشوربة ومشاكل الشوربة ونشوف الدات بالبداية. راح يكون عندي هنا طبعا طحين 2 كوب ونص. راح يكون عندي زيت نباتي ربع الكوب. عسل 2 ملعقة طعام. راح يكون عندي النشا، العسل اللي هو الشيرة. راح يكون عندي النشا والفانيلا. ماء 2 كوب، هاي طبعا المواد السائلة راح اخليها على النار، اول فورة لها نطفيها نجي نذب المواد الجافة، ويا نخبطها على السريع تكون عندي عجينة بدون ما مفطرة بدون زروف بدون كل شيء، حتكون يعني متساوية. هسه نجي هنا راح نضيف الشوفان. نضيف الشوفان. ضفت الشوفان، هسه راح اضيف الحليب. كوب. من الحليب نحرك بهذا الشكل. باكر راح نشتغل اللازانيا ونشتغل الحساء الدجاج، وطبعا من نفس الحساء اللي انا اشوفكم
اللي وين تطبون المطاعم وتاكلون اللازانيا وتاكلون الشربون الحساء اي شيء ويجيكم السباكيتي ويجيكم اي نوع من الباستا اللي هو بيه المعكرونه وبالبشاميل اللي هي يكون جذر واحد يعني صلصه واحده اللي هي نشتغل بها كل هاي الامور. يعني جذر بشاميل واحد نطلع به حساء الدجاج، حساء اللحم، حساء الفطر، حساء الخضار، اي نوع من الحساء هو يكون بلون واحد ونوع واحد تتبيله واحده منها، فراح يكون الطعم مختلف اللي هو الماده نضيفها مثلا عندنا صلصه البشاميل تكون خفيفه ضفنا لها الدجاج صارت شوربه الدجاج. صلصه البشاميل خفيفه نضيف لها الخضار صارت شوربه الخضار، او ممكن احنا نسلق الخضار اللي موجوده عندنا بالمي، نستعمل المي مالتها ونسوي به الحساء الخضار او الدجاج. عاد ايش تقول انت؟ اوكي ناخذ احمد. احمد عليكم. وعليكم السلام. حبيبي شلونك حبارك؟ شلونك انت اخبارك؟ الله يخليك. الله يا حبيبي الله يخليك امورنا. اقول لك عيني انا بدي اطلب شغله تسوي لنا اياها. اوكي. بعيدا عن التقليديات يعني ملينا من اللحم والسمك والدجاج زين؟ اريد تسوي لنا محروق تصبحها. محروق اصبحها. اوكي يعني تريد اسوي لك اياها فعلا؟ ايوه حقيقة. اوكي صار. تدري ليش؟ ايه. راح اقول لك ليش. ليش؟ هاي كانت امهاتنا سويناها سابقا من سنة الضيم. صح ايه ايام الضيم. ايه. والله فنحس بيها يعني اريد نحس بذيك الايام اريد يبغوا يقولوا نكهة صدقني يعني لذة عندنا احنا بالذات فدائما نسويها. اوكي. بس انا اريدك تشجع العالم هم تسويها وهي شكلها اكلة بسيطة وسهلة. أنا احتمال ما أوعدك يعني اليوم أو باكر بس احتمال لا لا ما تطول أكيد ما تطول هو فإحنا ما رد نحكي بيها هسه جوز أنا باكر يمكن راح أشتغلها أوكي لا باكر أوكي شباب ذكروني أوكي باكر راح أشتغل محروق صبعة حبيبي تسلم أوكي بس لازم أدبر الخبز اليابس أدبر الخبز يابس أشوف وين موجود اوكي انت ايش قد اكلت محروق صبعه ايش قد اكلت لو مدلل انت والله لا والله العظيم انا بقيت نوبات اشتريها قبل مسوي لي اياها الله شاهد يعني سوي السمك قبل مسوي لي محروق صبعه يعني اكلت هواي محروق صبعه زين بالعافيه يعني مشكله الالوان مالتها نضيف لها معجون تصير حمراء نوبات اي اوكي حبيبي شكرا لك نورتنا وان شاء الله ان شاء الله عدي باش تجيب خبز عليك موجوده هاي المواد كلها هنا مي من البوري موجوده راح نسوي بيه اوكي هسه نجي هنا عندي هنا الكبه طبعا شلون راح تطوف عدي بهذا الشكل صعدت عدي بهذا الشكل كبه نجي هنا ناخذ في الطبق صغير طلع شكل الكبه اللي موجود عندي ناخذ هنصفطها بهذا الشكل يعني باكر فروس ياكل محروق صبعه باكر تشريب اسوينا بس شوف ان الفروس يحب يا بصل وياها باشون طوفت عدي بهذا الشكل صحيح هذا الشكل صار عندي اوكي هنا حلو طبعا هاي الكبة طلعناها من السلق راح ممكن احنا شوية نبردها وبعدين راح نضيفها بأي طبق اللي موجود عندي نجي هنا ناخذ للطبق الثاني اللي موجود عندي اللي هو يكون هاي الكبة اللي اشتغلناها باع انا ايش قد خليتها هسه برا يعني اخذت وقت هوايه هي مخليها احنا برا هذا الشكل اوكي هاي الكبه اللي سويناها اوكي هسه طبعا ذيك هاي الكبه اللي طلعناها كانت حاره وقطعناها قبل خاف مثلا تقولون اللي هي تكون حاره ورا ما تبرد عندي راح تكون صلبه لا ما راح تكون راح اشوفكم القطعه الثانيه اللي هي تكون
للكبة اللي هي هاي، تكون هي صارت عندنا صلبة أو لا. أوكي، صار عندنا هذا الشكل مالتها، يعني نفس الشيء، فما حتكون عندنا صلبة نهائياً لأن موادنا اللي ضفناها تكون مضبوطة 100%. ممكن هاي الكبة نقدر قد ما نخليها برا نجي بس نطخها راح تنفتح عندنا قبل، تكون هالشيء راح يكون طعم غير شكل بالقشر اللي موجود بالكمون والفلفل الأسود وشوية من اللحم مثل ما شفتوا. هسه نجي هنا شوف الشوربة مالتنا، ونجي حتى نشوف الكبة اللي سويناها. هسه راح نطفي على الشوربة، صارت عندي جاهزة. نجي أنا وعدي، نشوف. أوكي، هاي صارت عندي جاهزة بهذا الشكل. أوكي، راح نجي ناخذ الأطباق اللي موجودة. كاستين من الشوربة راح تكون عندي بهذا الشكل، وناخذ أم أحمد من بغداد. أم أحمد من بغداد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أخويا بلش احنا عليك، أريد عن طريقة عمل الكليتشة لأن كليتشة كلش مضبوطة. الكليتشة طريقة عمل الكليتشة أنا أشتغل راح أشتغل الكليتشة بهذا الشهر العفو مرتين، فتنتظريني أشتغل الكليتشة حتى نشتغلها سوية. أوكي، ان شاء الله الاسبوع الجاي طبعا يعني حيكون نصف رمضان راح نشتغل الكليتشة مره، وقبل العيد ان شاء الله باسبوع راح نشتغلها هم مره ثانيه. ونصب الحساب هذا الشكل الشوربة. شكرا لك. شويه الشعريه والشوفان هسه هنا. حلو، صارت عندنا هذا ال ناخذ شويه من الليمون. وبهذا الشكل صارت عندنا هاي شوربه الشوفان، صارت عندي جاهزه بهذا الشكل، وهاي الكبه حتكون عندي جاهزه بهذا الشكل. اوكي، ومثل ما شفتوا الكبه اللي هاي، طبعا هاي راح تكون بعد احسن اللي خليناها بالسوب اللي موجود، راح نصبها من كاسات ونشوف شلون يكون شغلها. وهاي الكبه اللي اشتغلناها، هاي اول ما طلعناها فتحناها صار عندي بهذا الشكل، وهاي الثانيه ورا ما بردت، فتكون يعني امورها كلش طبيعيه، يعني ما تكون عندنا صلبه نهائيا. ممكن انا هاي الامور اللي انا الح بيها اللي هي تكون اللي يسوون الكبه البيت تكون صلبه، يعني هواي يعني اتصلوا بي هنا وقالوا ها الكبه صلبه تطلع عندنا قويه. واحد قال وقعت سنوني يمكن مو هسه هنا نجي شوف هاي الكبة اللي موجودة عندي. مثل ما شفتوا طيب راح نضيف كبة بهذا الشكل، نجي نخلي لها السوب اللي موجود. هنا حلو، هاي يكون عندنا كاسة للكبة هاي، يعني هاي طبعا جاهزة يعني طق وكل هسه حد يقول ما اقدر. خليه بهذا الشكل. شوية من الدهن، طبعا هذا الدهن اللي موجود اللي هو الدهن الموجود مال اللحم اللي يلبي مثل ما قال عماد. هاي القطعة اللي ضايفها هاني بهذا الشكل، يعني راح يكون زايدات السن هنا. اوكي، تريد بعد واحدة؟ طبعا نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الأكلة الجميلة
بعيت مطعم شاورما. السر هنا حلو. مثل ما شفتوا صارت عندي جاهزة. راح يكون عندي هنا الشوربة رداج. راح يكون عندي هنا الشوربة شوفان سويناها، صار عندي هذا شكلها. وهنا الكبة ممكن احنا نخليها بالسوب اللي موجود عندي، ممكن نخليها بالشوربة اللي نقدمها يوميا، يعني يكون برمضان اللي هي شوربة العدس نقدر نضيف بها الكبة. طبعا طعمها غير شكل. وراح نخلي ومثل ما شفتوا سوينا كبة السراي اللي هي تكون هاي شكلها. اوكي طبعا السوب وامور السوب وطعمه غير شكل. طبعا هذا السوب قطعة اللحم، شوية من الكمون، شوية من الكركم، شوية من الكاري، شوية من الفلفل الأسود، راح يكون ملعقتين معجون، معجون حسب الرغبة حيكون، ونضيف الماي الحار وياها، ننتظره يفور، وراها راح نخلي به الكبة اللي جهزناها. وشفتوا هاي الكبة شلون هشة صارت عندنا، يعني هاي الكبة كبيرة، يعني وصارت عندنا هذا الشكل، يعني ممرودة تكون عندي، وممكن عاد هاي الكبة شلون راح تكون؟ حتكون بعد أطيب من هاي الكبة اللي موجودة. طبعًا بالعافية عليكم، ورمضان كريم، فطار شهي، وباكر انتظروني باللازانيا. والحساء الدجاج، باكر اللازانيا راح نشتغل، والحساء الدجاج، والمحروق الصبعه. باي باي.